يا ترى مين السويسي اللي قارب السوشيال ميديا؟ تعال احكي لكم حكايتي السويسي. من 14 سنة تقريبا في حتة اسمها كنا ابو عسل في قرية كفر كلا محافظة الغربية، كان في طفل عنده 15 سنة شغال على ونش. بعد ما خلص شغله راح يقعد على كوب الدكتور مصطفى، فجي واحد من قرايبه وقال له جهز نفسك يا مصطفى عشان خلاص انت هتسافر ايطاليا بكرة. طبعا هو ما كانش مستوعب وقرر يهرب من عيلته يوم السفر. مصطفى محمد عمره 29 سنة، لما كان عنده 15 سنة مشي من الغربية وراح اسكندرية وفضل فيها 3 أيام، وبعد كده راح بلطيم، وبعدها ركب مركب الموت لمدة 7 أيام في البحر لحد ما وصل إيطاليا بعد ما شاف الموت بعينه. أول ما وصل إيطاليا اتقبض عليه عشان هو أقل من السن القانوني، واتسجن في الصليب الأحمر لمدة 15 يوم، وبعد كده ودوه مدرسة عشان يتعلم حرفة ويتعلم لغة، بس هو هرب منها عشان كان عليه ديون كتير في البلد. بعدها راح روما عشان يشتغل بس ملقاش شغل عشان معهوش ورق ولا معاه لغة، ونام في الشارع وأغمى عليه من قلة الأكل، واشتغل مع ناس بمرتب محدش بياخده في إيطاليا. بعدها ربنا كرمه وعمل شوية فلوس قدر انه يفتح من خلالها محل خضار وفاكهة. في الوقت ده شاف مريانا الإيطالية اللي أعجبت بيه وقررت انها تتجوزه، وهو أكد كذا مرة إنه جوازه منها ملهوش علاقة بالورق لأنه قعد في إيطاليا 9 سنين من غير ورق، وأجر محل وقعد فيه مدة من غير ما يحتاج أي ورق. وبالفعل اتجوز مريانا. مريانا أكبر منه بحوالي 10 سنين ومتجوزة قبله، وعندها ولد وبنت كبار غير بنتها إليسيا، بس هي حبته وكانت عايزة تعيش معاه، وبالفعل اتجوزوا وخلفوا بنتهم ياسمينة. بعدها حصلت مشاكل كتير لما اتجوز مريانا وساب المحل اللي كان مأجره، وقرر يشتغل مع شركة في المعمار بيومية 80 يورو في اليوم. وفي يوم قرر يعرض فيديو ليه على التيك توك ويفاجئ ان مصر كلها بعدها بقت عارفاه، فيديوهات بالملايين مالية حسابه، ودلوقتي وصل ل2 مليون متابع. والسويسي دايما بيحذر من الهجرة الغير شرعية، وبيقول للشباب المصري اوعى تيجي هنا من غير ورق، وكمان رفضه للظهور في لايفات التيك توك اللي فيها ذل ومهانة، وبيقول ان الفلوس اللي بتيجي من عرق جبينه احسن من المليارات اللي هتيجي من اللايفات ممكن تسيء لكرامته. وفي سؤال محير الناس، هو ازاي طنطاوي ومسمينه سويسي؟ ده بيرجع انه كان شبه مطرب مهرجانات شهير اسمه احمد السويسي. ناس كتير جدا بتحب السويسي وناس برضو بتكرهه، لكن بتحبه او بتكرهه هو اصبح واحد من اهم المؤثرين الموجودين على السوشيال ميديا دلوقتي.